بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ دي لهانتين بالضاوضية الملك استودع فيها الدنوزة كتشوكتان ومركلة يبرامج كيدا لنيرادا أو صدبات كيبا هل مرة نديك السوقت بنا استوديا هالتلفيشن كقرانكا برامج كيدا لنيرادا وحاول تهاجي يهيكسيقة هنشدا هميلادا لنيرادا وبرنامج تطبيقات كيف هالمرة نقصوا عسنو قف لأن يرى وحو هالك نقصوا بندقة أما كوه كم إذا لأن يرى ذا تعوضي الوحة وقف هالك نقصوا بندقة وح عصب أو بالشدة سكو كرنا يو هبوين كذا كيلا هاي جارك أسي يو اللي بس إذا يقول تشن لهايان لأن يرى ذو سدي أي هرمر ذل كودة ينفط ذبو كارسين لهايان حتى بتطبيقات كم برامج كيا ناقو مرتيا تطبيقات كم برامج كذا وضي الوحة ناقو مرتيا فرحان إسماعيل مال وويل لأن يرى وحال أبور وحاو هملوين كيسا هال أبور نمو وكسو بندقية برامج كدان يرادة اي تطبعات كان أنا راه كسو دو فرحان برامج كدان يرادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وان دو هاي سينب أديقا ايو هاول وادين ندا انتيفيقا قرن كردمان تود أدي آد بندين سلامي وحنان نكو سلامي يا سلام تسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي فرحان أدب هذا ما هتصنت هاي وإن كأجمع هاد علني إنه وقت كأقفي عن أي أذن صهور تاي واحد مرتيو تاي برامج كده لني رضا أو تطبيقات كيف هالمركب حتي فيك قرنك واحد إعلان لمركب وجوه الرئيس أذق يده وضياش السي عن سوكين برا بل إن تصير أو كوفن تذكر أن فرحان قف قوي وشيكو. إن أت ما هتصنت هاي سينبي فرتا ما جاي قص دحان وفرحان إسماعيل مال إن هدان وحقاك هذا تابتو إن تاريخ لي تحدن كسوغان هانيت إن مدردير أي سوس عتي إن النقطو إن إلا مركيان بلابي إلا مانتا لكن سيما شرحية دان إسي سوهور إستاغو وحيقوه ريسي أو إن سيني بيك بلابي كلاس كيغا أني قفونا مركا كدب هالكي بيك سوس عتي كدب سداس أيام ولا سوغانتي أن كسودي كدب مانتنا آد بانو كفر حسن هاي ويتاي مالينتي يقو ريسي إنان برنامج أن دوبتي فيق قرنكا أدنا آد بانو كفر السلام ياسيني واتاي مركلو كسود وينيا وحويان ويل هال أبو ربعت هاي أو سمية قبيضة يماسوينك وحد كجد وانت هاي إيم بدن أو أنا كسر عسوني تيجي تقارن كوه على عبورين هاي أو يجا لفتو ذقبي في عن هالكن تدوينها أو جمرين هاي أذك واحد لا ذهاي سيط لي راح ذا إن كوكير أرتج قبي ذا دبين السبس وأنا قنت أنا ذي هالكن ما أنت واحد دعوضياش أذك سودين تنتا إن قبي ذا ذا ماسوين كذا بس واحد إيشك تمركي كوجه الرسي إيه أذكاتي إن هالقبي ذا هاي أما بعد هالعبور هاي وصل في عن أرتا مركي يقول يزيدني بي عن واحد تريو ما حسسته لكن سو حنا هذا حسسته مركي يقول يزي عن تريو وحن حسست ذيك الجورين كده من صدى عن تريو حلورين كري حرمه لكن سما يهاي من صدى يقول يزي عن مش راح يسلس استعجو كده من صدى يقول يزي عن مش راح يسلس استعجو حلورين كري إن سؤال عن حروف وش هي وهاي إن كلاس كي عن قبل أبي أيام ما صار ده كهلاسة إن كتري كدي بلكن سنبي ما صدا يجوه ريسي لورين كره حرمه وما صدي يجوه ريسي بهاي إن هذا حساس لكن س يبقى ما حساس إن كرمك يجوه ريسي إن تحريه واتاي حرمه وحي أهاي ما صدي يجوه ريسي أترسه أكلاس كي عن حيس كترسه ميتي كلاس كتاس أرضي بهاي لكن سوى تي يجوه ريسي إن أذكو حسسته لكن ما صدا يجو إن أنا مش رحيل لسويس تجو كلاس كي جها وحلورين كريم ما صدا هاي صلا دا أركتدر محي أركتدر لفتي تكسب سنة أركتدر لفتي هدي عن حكاك هذا طابته
وحي وقت جاس مر من مرحلة وقت جاس أن تجنا أو أن سكول كان ديجني يجلس كي أن وقت جاس كتيري أيوم أيوة تعليم تهان نقطة لو هو بها نقطة لكن سما أن مرحلة ده وقت جاس كسبنا أيوم بي أيوم بي كثر تومسي يا أرضي ده يا كسبنا يعني يدك سيجا أيوم بي كثر تومسي محاكا حصصتها أن أدبنا حصصنا هاي أو أن ريد كل مكاو حكم ده علمي وسيدة نجنا هاي بيوني الحالية والله وما المريه جراد يا ركت دار دول كبو وبدي سيا الدنيا الجبهان انت رب وان كدي جاي افتين يا دول جوي دي ليس ينور ويهي أباب الوح خير كتير عطون كحشرات كبدين الله يبا كتير عن إذا بتوا مصان أرض جاي احترام في أخلاق لو نكسن بعقون تكسب ده لما ما شاء الله واحد كوين حمليني سي أما تكون يرجع النادي أرض دي عن ها وقت جالسين كل يرجع واتهي فرحان ما نسوين بدن بعترسي قبيات رسي نقار واحد شرب بعد كل وقيني سو وينو سو قاعدون دور نقار كم ده لكن واحد شعلان لها بلنا المركة قوار رسانة سو قوته ما السنة إلى هذا نينكو ديلي كمدلي وضع ما السنة تأسيني بي ولا لا ما السنة تأسيني كمدلي نكو ديلي أرتوا ما السنة من مالا بدن أن كتيري ما السنة سوا ما السنة ديگو رسي ترتن تينو يونا لو قبتان كالين تكوباتو كالو waxaan ka mid ahay in maansadii aan aadka in aadka ii sii galiyay aadkan inaan ku sii dhirado oo aan ku sii socdo suugaanta sababtoo ah kadib tartankan la qabtay 14 qof baan ahayn 14 qof 3 qof laga doonayay kadib kaalinta koowaad waxay ahayd heeskii ugu horeysay ee tartan la qabtay kaalinta koowaad ku galo waqtiga aniga joognay goolka gibey maxaad ka xasuusataa منصودا هسكا سينبي مهس فامسو ما هو هس مركا حق بدل سجنت الله يجو وهس هسكا سي هدان نو سو قبطو وحو هرتا وحو كميدي هسكا سجنتي ان اد كانو جعلهاي ولو انا هينو ترتن بان كو غلي لكن سمعنا هو كفدي او كفديو اين ادو قيمه انت انا ضدك وسيدين معنا لفتي ساطينو معنا انه مخي كفدا horta mansada waxay ka turjumaysaa marxalado badan oo ku suganahay migadan ha noqoto dhalinyarteena ha noqoto waxyaabo badan ayay ka turjumaysaa oo dadkuna ay ka dhex fahmi doonaan mansada dhexdeeda insha Allah waa tahay mansada hadda dadka heeska wuxuu yahay wuxuu ku bilaabmayaa digni weeye mansada kuma dilin ninkuu digay digni weeye mansada kuma dilin ninkuu digay doorka ma aan digni weeye mansada kuma dilin ninkuu digay waana ka damqanaya marka hore dadaalkii cidda dalabka keentay oo weesiska dirisay suuradaha daliilka diinta khayrka badan iyo ducanka ugu salaanay ugu dooma dooto anoo diidan faan ku aad uga turkayna dawladaha adduunka ba darajeen ku kala roon iyo kala dambeyntaba anuma igu soo digay hadan gabeeyga dacalkii aan darifka jiitana ma sii deyna qaanay da'da waa tan iyo dugsigii waa qalax waa gabili deegan maalka u dareeriyo dunidiis waa gabeytaana waxaan ku darayaa hadaa dayrisaan meel aan dalab ku leedahay degdeg igu soo celi haladaa saaxiibo dardaarankayga كانوا لا لي نوكي كلاساري كل يعني فهم يوم بفلي بشدو إن طور كمان صدي دي أتن تان كلا يهان ولي ودا دقن موجودة هبد بالسين سارين ديري دي أن كود دي وحوجا نين كده هو قريان ده استقبال ده من كلا دقي دق دق جوجل يوم حد ضبط كهوا ده وجو أتن تان الدعوة ده كلا يبل هيدا مسات على عهل كتال وحنا يسنا ده هو هذا الكينونة تقول له بقى يوم مدي خيان هاي كير دودة شوقي على النهار رياب بنك الله ده دغدي الدنيا ده نلا مهلا نقول كده عن موسية ترتر هذا بس هارك صوت دعوة بورا مساح الدرفيد دي بدت على دي الناس كده عشان ده شو هاو دريم دي دي ودوس راحة دير ده كوي ده شاه كده عن صاحب توجي برعادي لا دي الناس كده جوش تبي دي تقول شالي اللي بدي دي بكون نقو راح مدة يوم الحرارة ترتر ساق روح تاين دقيقة طاخي كل قاعد كده تقوه ده شالا إيو هو يدي دي جسيو بلد كده عيسنا دور مده هرجسنا دور شمالين كجيمه ila dad maraniyada kadib burburi gaad buurta daala soo arag halka dunida ugu dheer meel looga soo dego taxis loo yimaado oo lagu dilaaciyo dayax soo iftiimiyo turro adigu gaadhiya wax tan qariyan jiray ma dalkani moogtay digni way iman sida kuma dilin ninku digay ka dabaala gabayga daaqsan yaqaanay sida daruuro hadii jiray martida weyn xasan uu bali dawac jirkooda damqan ayaa ma degsini ayaamahan wax dhameerka gelina la duuduubanahay weli sheekiga dawaan iyo weli daan kuma maqal dadiidana kuma arag dadkeeni maxay heli didiyay dhalaanka duurka u xulayaan maxaa dooriyay dhacmi shaydan dardaray warjin ugu deeqa la digaafayaan wali digni way maasada kuma dilin ninku digay waa dardaaran kugu maqan dariiqan u jeexniyo duugeeda soo raac
dal shisheeye oo kala duwanyahay oo raaciye dad la isku daadshay cad oo ku dilay duugaago kuroobiye dambarma laha aakhiro waalidka hadaa xun war xun deeqa uga dhigin halkan aad ku daashay dulus dulus ku leedahay ragowda oo dadaalay bal maxaad ka doontaa mid degmooyinkaagi halku daayinka dhigay deegaanka lahayd ee second yihiin dhulkaagi marka digni waayey maansadu kuma dilin ninku digay بلدره ان دغني وي ماسدو كومي دلين مركا وخان كا قودور دارانيا هورتا ماسدو وني كو شيغي مرحله بدن بي كترجميسا حق دقنكا حق ول دهم ول بها نقطه وحيا بدن او حتى هدي حق دقن جلينسا ماسدو حبس كو كشيغي انت كو بعد ترى كا كشن مركاس ولي هو ان ددكا اوغا ان بشدي داونيسا ان اوغا هور دارانيو ان ادو دمهت نوت فور يو ما هيغان لا يحي لكن سي وخا كو جيره ان لبا قودوب او ان دلنيرتا ايميغا هاتن يا هبلها ايميغا هاتن كا هادليا waxay kamid tahay hadaan ino soo qabto digtoonowinaada dhigtay duugu ka galay iska qaad daboolko daran waxaan ku leeyahay way jirtaa not for you idinka ma ahan leeyahay laakiin way jiraan baan leeyahay ninka deere dhinacyada sida diiga koridale dusha timaha daayada dib u riday surwaalka inuu diinta caayna dadnimada u haysto dib jirka wareega suuqa doobinaayo waalidkiin u daranayay naagta dariciye shalma diiba diidee dabada loola sanimaan ku darin haro diyaar fiiday daawada jirkeedii dubkeedii ku weydeel baxnimadu ka dadan dulimaan ila bal daraasade sidan dulimaan ila hadamay dar waxay qaban xadigaha dubshadii qalbi tiga daruuraha miya daawo loo heli hadafkeenii muddo imu dabeela raaca dowladaha kala helay iyo dalal shisheeyaa waynagan durduranay daya oo haddana daya daya waxaan daya yeli daya shay dumburi shiri dumay oon lahayn daya daciif tunida ka daya oon damir lahayn daya saca dooga haystay dikhaynaya tiyay raari dustaba taal kolkay deerta dhaaftiya dalandoolka jiilal dabeelaha kaleeleed ee waxaan la daya jirin duqoonnimadii sidiba soo xasuusta balan ku dilay shacabdalo dadkeenii waxaan daawo lahanayaa degay ma ogtahay deris meel kuwada nool oondantooda garanayn daaqulunka sheekada durduraayo waxaan jirin sidii wuxuu dugayay carbisteel ku xidhan yahay meel aanan bihi deegin u dadaali badana tiisana ka dadana gaalan haysan dii la ducu soo uraayana inuu dabo munasu daada haysta jacala diinka socodka gaabsho wuxuu soo dagaafaba dooxa biyo ku gaadhay waxii loo daliishiyo waana lagula daaliyo alaa doorshay tani dadnimada ka socotaye ninka doonala cidlada dhigay deerishiya lahayd sharaf ee dugaagu xidhayow waxaa dunida ka yaal yacni ninka tiisa halka kaga tegayo meel kale tagayo dee maxaa nin waxaa tahay heshiisii intuu waraabo xidhay dee iskaga tegay maansada sida aynu u fahanay aniga iyo qaar kale badan oo daawadayaasha ka midi waxa ay ka hadlaysaa tahriibka dhalinyarada iyo dhaqamada imika kusoo bilaabay yes, dhammaan dadkuna waxay leenahay mooda xume ah inta uu ka hadlaya maanta farxaan waxaan ilaahay ka baryaynaa inay dib ugu soo noqdaan dhaqankeena suuban iyo diinteena inta tahriibaysaana ay dalkooda aaminaan dee gobollada iyo dhan baabada maanta soo kaalay aragga ka dhigtay waa tahay maansooyin badan baad samaysay taasoo qori kuma jirta sidoo kale waxaa jirta in waad ku in luuqaysaa gabayada laftooda saas ma jirtaa way jirtaa sinabay waxaa jirta horta luuqda imiga dadku inta badan waxay igu xantaan inaan garaarada iyo qaybta gabayada aan ugu luuqeeyo sidii cabdillaahi suldaan timi cadiilaha naxariistii jannaanka waraabiyo horta waxaan jeclahay marka ugu horreysa inaan bulshada halkan uga caddeeyo anigu ismarnaba isma lahayn sidii cabdillaahi suldaan timi cadda ayaad gabayadaada qayb ka mid a ugu luuqeyn doontaa laakiin se anuu cabdillaahi suldaan timi cadde dhegeysan jiray waanan jeclaa kadib anoo gabayadiisa dhegeysta ayaanan hal abuur noqday kadib maalin ma geeraarkii iigu horreeyey een sidan ugu luuqeeyo waxa u sabab ahaa maalin arday burco nooga timid oo imanaysay dugsiga timcad secondary school ee ku yaala magaalada gibiley ardaydaasoo arday annaga ka mid ay beri u tagto si fiican ay usoo dhaweeyeen kadib geeraar anna ardaydii baa maalintii iga codsatay inaan geeraar soo sameeyo kadib farxaan aadaa dhanka suugaanta ku qoran kadib waan isku soo dayey kadib geeraar ayaan isku soo dayey markaa geeraarkaanu caadi u akhriyo baan islahaa laakiin se isma lahaan sidaa ugu luuqee kadib ninaan aada saaxiibun hayo cabdillahi maxamed cabdillahi riraash leedha cabdillahi maxamed cabdillahi riraash leedha oo ka mid a ragganaadka saaxiibka u nahay ayaa uuna dhalay abwaankeenii riraash ayaa wuxuu iga cod ayuu ayaan anagoo kaftamayna duqolkooda jooga ayaan ku ihi anigo geeraarkan sidii timi cadama ugu luuqeeya kadib waan ugu luuqeeyey kadib inankiiba iga codsaday looba ilo inaan beri saasoo kale ku akhriyo kadib waxaa dhacday markaan akhriyey anigu ismaba lahayn waad ku akhriyey laakiinse markaan madashii tegey ayuun baan iga soo go-day inaan ku akhriyo waan isku dayey kadib markii dadkuna way igu hambaliyeeyeen kadib anigu ma ag dhigayo uma dhoweynayo laakiinse kadib anigu waxaan jeclaystay mar hadday sidaa tahay inaan
inay ii soo baxday waxaan ku xusi karaa abwaankeen aad ka jeclaa oo aan go'aansaday qaybta sugaantayda gaaraarka iyo gabayga inaan sidiisiyo kale ugu luuqayo walow aanan agdhigayn aanan gaadhsiinayn laakiin muhiimadda ugu weyn ay tahay inaan dadka soo xasuusiyo waa tahay maxay ahayd markaa maansada si aad ku luuqaynayso ee aad ardaydaasi u tirisay ee kugu horreysay ee lagu yihi sidaa u daa ama wadee sidaas u samee lagu yihi maxamed waxaad siin kartaa aad iyo aad garaar waa garaar caan baxay oo la yihaa fucogeysyadeeda meelo badan gobollada soomaaliyan ka tiriyey wuxuu ahaa markaa hoyalay hobalay ndhe hoyalay hobalay hoyalay sidii geedan libaaxo habeen reer gulaalmay kolku soo ganaanaayay gigtiisii dhulku reemay waxseyaan u galaafane gurmadkii ku cabaaday ama geeya dhallaano gal xareedin dhexdiisa hadbi geesu maraysa ama meel giriyaado antiya oon la godoomay sagal guud kaga hoortay gadasaan ku sugnaayo gudihiisan jidhkayga markii uu warku gaadhay murtida soo gudbinaayayon ana gabsha lahaaye garaarkan hakinaayay haddaan dhiilka ka gooyay oo aan soo ganayaaye nin walowba guddoonay idinka gobahaayo ilaahay guradiina ku geylaan shay wanaage sidii meel goba doono caalankeedii la geeyey waydinkii gebigiinu dowga gaafya tugnaaye ardaydaaba gadoode waayeel goobta sugnaayo garcadayo musheekhdiyo gabankayo dhallaankiyo gaari reeru sarraysiyo haween guudka qurxooniyo laamayda girgirkeeda dhammaangeedu baxaysan lulayeen gacmihiiniye gamaan caynba kacayniyo inta xiinta gawaadhi nagu soo galbiseeneed weliba geedda ciyaarka gogoynaayay ammaantae waataad gel ramadkiisana sidii dhayla guudhaysa nala gaadhay kolkiiba dabadeed gurya nuurle gogol raaxa lahaydiyo gasin caynba kacayniyo sidaad noo garateeniyo kalgacaylkii garowshiyo gacal tooyada reebay gudimayna kolleeye soomaanaan garab joogsinay kolleyen dhammayn kari mayno oo hadday isaa maansooyinka farxaan intaynu bilowno dhammeeya waqti badan bay nagu qaadanaysaa sabab daawadayaasha waxaynu ballan qaadaynaa barnaamijyo dambe insha allah inaad nagala soo qayb galin dib waxaynu ugu noqonaynaa taadii waxbarasho farxaan iminka waxbarashada halkaad maranaysaa imiga waxbarashada weli dugsi sare ayaan ku jiraa walow waan islahaa dugsigaaga sare dugsigaan aad ku jeclaa kusoo dhameyso dugsiga sare ee Timcade iskuul ku yaala magaalada Gabiile laakiin aniga xagga waxyaabo badan oo xagga sugaantayda hawo badnaato ay ii saamixin weyday oo waxbarashadeedii la soo wareegay oo nimiga ka dhigto magaalada Hargeysa waxbarashada lafteeda iyo maansooyinkana samaysaa wax miyay dhibaato kugu keenaano dee mar haddaad arday tahay ood imtixaana galayso xaggana aad ka diyaarinayso gabayadii may horta waxaa jirta waan soo qabsan doonaaye garaa la yidhaahdo hambalyo ayaa ereyada ugu horeeya waxaa kamida horaa loo yidhi heedha hebi eebi ku siiyey habeen layskama qaaday horaartan tiran ayaa nafteydan ku hubaa marka anigu xataa ismaan lahayn markii dadku iga diin waayeen ayuun bay gabayadiina igu sii aan sii waday laakiinse waxba waaban sii fahmaaba sidan aan gabo waxa jirta imiga dadkeenu inta badan qofba hadduu waraaq soo qaadan waayo in waxa laga yaaba aanu xasuusnayn buu wuxuu tiriyey marka aniga waabay sidan u xiftisanahay waxaan gabayadeeda aan tirinayo ayuunbaan u xiftiya casharada kalena marka waabay sii waaba xagga xiftiga waaban waxaan sidhaadaa waxaanba kusii kordhiya inta badan waxay yidhaahdaan dadku gabayada marka lasoo qaadanayo ama waa hido
أما وحويان هدية إلهي بحية أما بو هولي كانت ما سوين كاجا سمينتو ذا محل أو ركرا ما ضد وكي دي ستو فاهم لقينا دي مسا هول بابا تشتوش عيل بابا كوبا أو كابي لو ضي مسا هو بها دي ذا ضيقو هردون بات سكواركت سؤال في عزيني ولا لا واحد يرتو هرتا سوينتو ويترتا فاهم لقينا عيدا ما تقانا أفرد أما تورتا أو حسكو ديدا أو لكن سمي جيرتو عيدا عن كوت المامي كرو أو كو عام بحضي لكن سمي جيران إلا إلا هذا ويسكو ديان لكن مركا موحي نركر نوا حقي جدهن وادعي وادعي كرتا حقا سو إميقا دي مركا دي إميقا واحا لسكا واحا يود جدر راع دي إنتا بضان لايقو راع دا دي فاميلي كيغا نقطو لكن سانو اسمي لهي واحا نسرا دا نيو ملاة هذه دوي كيرا دوانتها مجرتا إن واح عقبضو إمتياد قبيسي كاهوري ما ستراه دمر مركا قاركو ميسك بدا يسابه أرتا سيني بي واحا جرتا إن سوغانتا إن دمبو تيم عادل إن حارستي كنا كورا بيلا هلا دايال ها إن قبل بترني دمبو ملا هين كوي وان ليك ديني إن أنو با أنو دي بود كم بدن متكلة إن دو كريدي يعني إن دمبو ملا هين كوي وان ليك ديني مر كانوا حتى قبل كاني كان تريس لين أي بشد قيبة هيدا كل دون أيان هذا يصير يك ديني أو يقع عطتا لمر كان وحفر حد أمو يعني وح إن وليك عقبت إن كلام كله gabiye badan baad tirsay oo qaarna aad sidan ugu luuqaysay qaarna aad maasuun karigtay waxa jira gabeen la yiraahdo hambaliyo sax kaas muxuu ahaa gaararka hambaliyo waxa uu ahaa waqti madaxweynaha dalka maxamed axmed maxamed siraayo oo soo booqday ama uu yimid قلن جمينتي يقول رئيس جامعة ملحوينها جمهورية الشمال أحمد محمد محمد ويمدي قبل كيبلي ومكران نساء آد لوغو سولوي وعن أوران كرو ملحوينه كمو فليني برشادة كيبلي فرطاقن سيداس أوردن سولو سيداس أوكالي سو سيداس أوكالي سو دويني سو ونير إيوين لوكال هاري مرك أنا جانا فرحتنا نقطعي وصدا لوجو هلنا برشدو ووجو هلنا دولو سودوين يلو لوجو سعبتمي أنا جلفت هذا فرحتي من وابورتي أنا وين من مدحوينه كام قلنا كيف أنتي جوريس كام عدى قبل أيالته وتم عدى يونيفرسيتي يونيفرسيتي مرك جوريس هاي كدي بولا لو قرار كا مضاشي كمان ترين مالين تا لكن سي او صورتا قال انو قوم ويدي اني قردن كايقا لكن سي وحا عادي كدي بقرار كي ارضي دي عشد كلو اي حابين اي حفلت قبني اي 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 كدي بانا قرار كي بان سيدي هالكي حابين مدي كتري كدي بقرار كو حنو قرار عام بحي سيدا سانا ايان ولي هاد داو ان مالالا بضنو قتريا هنبالية مركاب القيبكم اذا دنو قشي سم حضرون een horta garaarka hambaliyo anigu jecelan lahaa inaan ku dhameystiro wuxuu ku bilaabmayaa hooyalay hoobalay ende hooyalay hoobalay أهلكن من تنجوغنن سوهر أستاذي ساكو أينان سوهر استاغون أهد الكيغة كيشيدشن أوسوقاتي هم كيغو غرنيغة هاتن لجوغن دمان تيها لابوركا آني غوغو هرريو أهرالو يدي هد أهيبه بكسي أهابن لسكا من قاد أهورار تان ترينايو نفطي دانكو وبايو السيدة هي قد ضرورتيو أهل أعمل كالضحايا من كل هدان هو مكيسيو أهل قيس بلابو أهل هلو ما إرادو أهل كشو ما قانو أهل انكيس ما سيغي أن هيل أنت كتوري
هل كمال يقينيو وهو دالو مدحوينيو ووفتي قادر كعيس دبا واني دين هم بلينيو أمد هم يقودو انكو هيا كالقا عيلو انقار كسوري ماديو انقار هريرا هدوغا او بحيق لاهايو اهفنا انكو قلبي نايو سو هاي ما هسالانتو يي أهو دالو مدح وينه ندلك هاي بضو يالي أهير كمان تانشوغنو أهو قان كيسو نقايا يو وانو كوهن بلين يو أهرات كينا قبيس يو إهيك سيقات فيلا نيس يو إلا هاي همي قاقنا يو مرتاد هاكيني inkastoo ay barashooyin hadaqiiq u baxayay halkani ka tabanayso ahaboon salaftoodu hortaadon ka idhaahdo aniga iska haystayo hayankin u jeedniyo hadafkayga la weyne dhalintaana qaaday ahamigoodu sareeyay si aan looga horeynin rumaynayahankooda ahooyo jaamacadeedi magaxoon ka kahaayo soomaaloo dhan kahaayana lagu duugay horteede dufcadii u horreysay ilaa higsi digrii hoygoodii ku dhammaystay iyagoon ha fardheeriyo ha jiraad kala doonaan iyagna waan hambaliyey iyagna waan hambaliyeeyey dalku waa mahuraano hoygiinu gelayniyo waa hugaan xidhanaynayo waa hagoo sharafeedo hanti way qurxoono waa hibteena duleedo ummad loogu hagaagay waa inaan hagar daamiyo hantaa qowga ka dhowrnay ahalina way iga canaano hurdadiinu ku raagnayo caalamkii ka habsaanay hasheni lixdameeyadii intii oomka adduunka ahaykal weyn kulahaydo hadalkee soconaayo intaan qaadnay habeenen een habaaskiiyo ciidiyo intaan hawdka ku oodnay intii oan la heshiinin u hanayni dugaagan maanta haybinayna أهل هدينو أهانو قعما هايس ودا هايستا وينو هوش دحينا انكا قعيلكو هاقينو وحولو هدف كيني با وينو هيرياني wax walo hadafkeeniba waynu hirayaane sidii geenya habaysano ahayn sahedi la saarayo ahetini sacad ceed dhac ama gool bacuurtayo kiyo hifaya dooga duhur geed hadhac weyniyo harsan aya diraaco ahwa raaxa aqaatay ana mansada hadshayo ahabsamaanu deliishayo waan ka hayli turxaane midina way harsanay boqorkii halabuurkiyo timacado hadalkiisiyo hawraartu tirinaayo ilaahay badu siiyeyba horeba waayo u sheegay intan reer hebeloobiyo reer haraadi dameeriyo inahayba sacleegiyo qudhunka hoos milanayno inagoo hana qaadniyo hagaagtiinu ka dheerdhehobalay hoyaahiyalaayho qof afriis sagaashankii dhashay oo xurriyadii markii jamhuuriyadda Soomaaliland 1919 daawadii la qaadatay kadib dhashay oo haddana dalkiisii dhalinyaradiisii madaxdiisii qaar u hambalyeynaya qaarna dhiirigelinaya waa hanka barnaamijka dhalinyarada
وتاجين ددوينها وقصو قبيو لان يرد اللابتو ده وحيكو هيان اي تشعلين اني ديسكو ده صوبا لغان ان وان شعلان لها برامجي دم بينا كو قصو عسنو ان كابا يدا ده ده مركان تاكسي بدا السنة ولي بح وان قصو عسنو برامج قولة لما انتي لغو مسو كو بكرا كابا يبدا نواتر ان قفك ابوانكي اما بها الابور كفرحان وحن كويدين ده لان يرد عاد قام حوك بدويني ان أرتني سؤال شخص يجلس ولا لسيني بي واحد جرته إن قف هالأبور كي إن هدي إن الحور دل يرد كلك قدومي هاي أرت سؤال شخص أنا ولي اسمه ويدين بقى حتى لو دل يركن كلك قدومي أنت اسمه ويدين لكن س إن واحد جرته إن أدون كنيو قف والبوزيشن بكلية مركها واحد دعي كرتها إن قف كان inta badan dadkeena Soomaalida waxay raadaan qofka hal abuurkii uu ka aragti dheer yahay qofka kale oo tusaale ahaan in hadan inoo soo qabto in gabayo in dugsi male qabyaalada waxa dhinay samayaan Cabdullaahi Sultan tii maadeelay inuu xarista jinaa ka waraabiyo in dhammaanta horta in markii oo aad oran karto in maanta masha Allah inagu hadeen Soomaali laanahay een waxaan ku jirnaa wax Ilaahay loogu mahadnaqo een laakiin sa waqtigi een uu gabiga tirinay Cabdullaahi Sultan tii maate oo een uu waqtigaas uu joogay ahay dalkii la isku oran jiray Soomaaliya een uu lahaa een intan een intu sidoo dareemada uu yahay miiska dirifkiina kun laba doogsin meeshii inta dunida joogtaan yani een uu kaga hadlay wad een uu kaga hadlay yani waxad is oranaysay malaha waa uu si malaha uu de uu si ogaabsa u jeedada ka waxay tahay in calaashan qofka abwaanka uu ka aragti dheer yahay okay waa way ha wax dhici kara yaa maxaad u soo jeedinaysaa dhalinyarada tirada badan ee aad maanta oo dhan ka waaninaysay kuwa taariibaya ee dadka wax u qabta oo nimcada dalka Ilaahay dhigaarkii dahabkiina iyo dhulkiina maxaad u soo jeedinaysaan waan jeclahay horta inaan dhalinyarta halkan naga daawanaysa inaan u sheegno horta adi isagu wuxuu yahay qofku qofku waa inuu isweydiiyaa adigu maxaa tahay waxa fiican qofka bini aadamkii inuu horta ogaado maxaa lagu abuuray oo ah wamaa khalaqtu jinna wal insa illaa liyacbuduun markuu qofku taa ogaado ayuu kuwa kalena ku darsan karaa qofku mar hore waa inuu ogaado in ilaahay uu abuuray inuu isaga caabudo maaha inuu isaga caabudo ilaahay uu leeyahay ee wamaa khalaqtu jinna wal insa illaa liyacbuduun wax kale umaanan abuurin jinsiga iyo insiga inay caabudaan mooyaane marka qofku markuu horta marka hore qofku bini'aadamkii markuu taa garto waa inuu kuwa kalena ku beeriyaa oo ah inuu adduunkan ka tagiiso kadib adduunkan qof walba position buu ku leeyahay waa inaad positionkaaga aad raadsato oo isiraahdaa talo positionkaad nolosha ku lahayd mi qofka bini'aadamkii markuu helo positionka uu nolosha ku leeyahay in kale oo aan ogeyn ama aan garanayn position badan oo ay nolosha ku leeyihiin ayuu baraarujin karaa oo maanta marka la arko hebel oo hebel oo sidaasa ninkii kalena xoranaya or ama mar hadduu hebelsa yahay ana waan keeni karaa laakiinse maanta inagiiba dhalinyarteen waa isku qiraysaa inayna waxba ahayn laakiinse qofka bini'aadamki waa inuu qiro oo hankiisa iyo ma garanaysa hadafkiisa waa inuu ka run sheego aanan halkan uga sheegayaa inuu qof walba uu awood u leeyahay inuu hankiisa iyo himiladiisa ka mina dhalin karo. Waa tahay ugu dambeyn waxaynu soo gaarnay guntii iyo gunaankii barnaamijkeena dhalinyarada toddobaadkan. Waxaan jeclaan lahaa gabay cajibal cajiib la yidhaahdo Muraaqo. Gabayka Muraaqo waa tahay Muraaqo aynu soo qaadan oo aynu ku gabagabayn doonaa barnaamijkeena dhalinyarada toddobaadkan. Yaad jeclaan lahayd fursada maanta aad heshayna markan ka salaanto maadaama aynu gabayga kusoo gabagabayneyno. Halkan marka ugu horeysa waxaan ka salaamayaa hooyadii macaan iyo dhammaan faamilkayga iyo inta qaraabadayda. Mar labaad waxaan salaamayaa asxaabtayda aan aadka u jeclahay anigoon si kala qaadqaadayn hataan
soo qabto. Waxaan aad halkan uga salaamayaa saaxiibkayga qaaliga Cabdulmaxamed Cabdillaahi Hiraash oo jooga gobolka Gebeli. Waxaan halkan ka salaamayaa maxamed nin la yidhaahdo maxamed cumar oo isna jooga magaalada Borana. Waan aad saaxiib u nahay, waan aad baan u wada salaamayaa bulshada. Waxaan aad ugu salaamayaa iyo kale asxaabtayda ku nool gobollada dalka iyo dibadiisaba, sida saaxiibkii aad u jeclahay, saaxiibkii jooga gobolka Burco Cabdikariim. Aad baan u salaamayaa. Horta jacaylkaas aan ku xasuustay gabayga miyaanad jacaylka miyaanad wax ka oran jacaylada waxbaan isku kaa xasuusiyaa filayaa. Way jirtaa sinibi walaalo, oo horta dama waa dhici kartaba qof aan qof sugaanyahana sidan aan afka uga leeyahay ayuunba de kulli sugaanteedanaan wax kusoo darsan aanbaunbay wax kusoo darsan karaa. Waqtigu aad in ogu yar jacayl mar hadii lasoo qaaday barnaamijkuna kiidhali yarada yahay de waad iska garanaysaa talo in jacaylka maxaad ka tiri adigoo waqtigu aad in ogu qaban inuu lasoo koobiyay gabaygii aan ku sheegayna ee wadaniyada kaadina in barnaamij kusoo xiray. Insha allah aan kusoo xiri doonaa intaanan gabayga intaanan heeska ku bilaabin. Waxaan ilaaway salaantii ugu dambeysay oo ahayd dhammaan guda iyo dibad inta joogta shacab weynaha ummadeena daawanayso dhan, aad iyo aad baan u salaamayaa. Gabayga jacaylka kaaliyana muxuu oranaya deylin marka la maqlo waxbaa jacayl amaba jacayl eeg, hadda jacaylku maaha kii dee garo oo dhalinyaranimada, kii waalidkaa imanaya. Jacaylkii aad ilaahay baa ku abuurtay, aad jeceshay baa imanaya, asxaabti baa imanaysa, nabigii subana calayhi salaatu wasalaam ayaa imanaya marka. Laakiin bal jacaylkaad ka gabaydan imika noo soo qadin, maadaama barnaamijka dhalinyarada gabagabadiisaynu ku jirno, hal gabayna weli weyno halal ku sii way fiican tahay sinibi. Hees la yidhaa waxaa jirta xurmo walow aad ila gaaday, laakiinse aanan aha matalkan aanan ugu soo diyaar garoobay haddaba ta in jaro, laakiinse insha allah inta kalena waxaan kusoo qaadan doonaa barnaamijyada dambe insha allah biimilaahi kariim. Laakiin dee xurmo in yar naga maqashay, ilaan dhalinyarada aan daawanay ka horta xurmo la yidhaa waa heeskan ku sheegay oo hees igu horreeya oon aad u xasuusto. Ciddan doonaan jeclaa kulley jecel buu jiraa qofka daadamka, waxa cidda saad doonta waxu jeclaa dar ilaahayba waxu jeclaa wa u jira taakudiinba mayn iska haysa. Laakiin wixii aad ka farjacayta umbanu kaa doonina anigii daawadayaasha sidiisa inaan si dhex gala ma doonayo. Laakiin sahaaskaas wuxuu ku saabsanaa qofkaasi jeeday, qof aad kasii jeeday oo kugu soo jeeday ku soo jeesato kaasii jeestay. Eeg, hadda gardarada markii hore farxaano waa qof aad kasii jeeday oo kugu soo jeeday oo kugu soo jeeday oo ku soo jeestay oo kaasii jeestay waa si aan loo dahay. Markaas heeska xurmuleeda wuxuu ku bilaabmayay sidii geed xareed iyo intii uu ku baxay xees dusha mid oo xareer iyo xidhmo midhaa iyo shad xabxab mooda inay yahay ama xamar gamaano casar xidhin maraayo hadba jeen xeesaha xarragada la tiiciya xeebtii karuuriya xagaagu ka daay guban oo la geeyey xoolaha oo xayaadka nolosha iyo farxadaan xisaabnayn xadigaha agtooda iyo dayaxan ka joogtaan. qofku jecel xurmeyn iyo haddaan xushmeynayn xabxamta iyo sheekada xanxanteyda jeergii haddaan xaadu kaa kicin xubigaagu aan noqon kii xax dareeme xilli weliba joogtaa xiisad weyi maloobu ruuxba qeexiftayaan xaggaaga laga dhicin xilliyada habeenka hawlaha xigaalka haddaan xuxda loo dhamin xikmad ruuxu waayo xirfad uma yeeshee xasiloonidiisana adigoo ku xil dheer ogaata xogtiisa xajisaa wanaagu iyo xeerku lahaan jiray. Hadda garo waa jacaylki waa tahay waa tahay daawadayaal, horaan idinku ballan qaaday dee barnaamijkii dhalinyarada inaanu sii gabagabayn aniga farxan. Laakiin dee jacayl baa meesha yimiyo markaa barnaamijka haddaan jacayl abwaankuba aanu ama hal abuur ka gabyin oon lagu soo qaadin waa dee kaale aragtu noqonaya. Bal hadda noo soo gabagabeeyo wuxuunbaanu kaa doonaynaa muraaqo ood barnaamijka noogu soo xidho si aana dadkiin baa nabadgeliya. Horta sinibi walaalgeen gabayga miraaqo wuxuu ahaa gabay sideed iyo tobankiimi labadii kun iyo saddex iyo tobankii aniga waa soo dhaafnay xiskii ugu dambeeyey. Gabay weeyaan miraaqo waxa uu ku bilaabmayaa hoyalay hobalay ndhe hoyalay hobalay hoyalay ho man
aan sadagaba iragba macalinki diye ragba marin jiro sida canbaha mudsado u tagay ragba midalka u qabto naxda soo dhamaya na madasha waxaan la yimid madaxa nooleynaha yeesha micnahanuga socda kaba mugu intaas aan maqin qosaakana jecday muhatay latii مخلوقين نويدي لددكني ميشا ودن شوغا اي مدحي شعبالين عادي مغنين ساكا اي ميدا بلدكيدي مريا دون كوردان عالان كينان مرأي اي دوني دو ما مستو اي نمير الحصوص قادا نوي نولوشي لو ميري aynu mirar xusuus qaadanoy noloshi loo miiray ma huraan adduunyadu yey waa maal aad leedahay qarankeenan mudanaan xornimo wada mushaaxayno een macaan ku soo toosaneed tahay mabsuudkaasi dhib ragba mutaysto xanuun waa u soo maray ragba muruga iyo ceelu nacay maati iyo reero milixdoo kulayl badan ragbu madaxu amaystay ragba midadkoodii dhurwa waayo miranaayay oo mujaahidiin bau dhinto nacangagii saaray ayaantanina way mudanto waa mid nagu weynaan maqiiqo saakana dixdii muhatay labtii gabay way muquune intaa miima ka hingaashay marxuun oo sidii timacadiyo afloo maamka ma u saaray ani way miraaliyo sida mamiyo dogaale ma margade gabay haddaan miidalka u jiido sidiidii haddaan muujad galo wow muquurtayaan macneeyo saakana jecday muhatay laabtii aan macnayo saakana dicday muhatay laabtaydu sida mayar orhorado dunida maashayay dhulka oo mamiyo dooglaho moodku guranaayo oo midhaha geedaha ka baxay lagu mabsuudayo miraaqoodayay calan hadduu madaxay yaaloy hadday maanta somalilan maray seerkaasi haddii miila wada joogo loo mashxaradayo inaan موقف وذا قارني بان عيدنا مرون كاكينين وما هذي الاه ده مضانا يا لوي وحنو مالين يا حتى تسي وضعين اينان دي مانت كباب بحينين يبري هابا اهان وان راتشيني يا فرحان تسمع المال ان برامج شيطان بوردان يرادا ونقلا قيب قادان دونو وان كوهان بالين يا sidoo uu nagala soo qayb qaatay amaba waan ugu mahadcelinayaa Ilaahay kasako uu noogu yimid barnaamijka nooga aqbalay waan rajaynayaa marar dambe inaad halkan dhalinyarada insha Allah aad u marin doonto mar labaad iyo mar saddexaad gabayadaada ku saabsan wacyigelinta waxaan sala ilaabi karin daawadayaal inuu farxaan kaga duwanaa dhalinyaradii hore aan soo casuumeynay inuu ku muuqaynayo maasooyinkiisa sida gabaygu ugu dambeeyay muraaqabad waxaan soo gaarnay guntii gunaanadkii barnaamijkeena dhalinyarada toddobaadkan farxaan ismaaciil meel ayaa noogu marti ahaa barnaamijkan barnaamijka xiga intiin isugu imanayno waxa barnaamijka kala qayb qaateen si gaar ah ugu mahadcelinayaa cabdiraxiin sidoo kale waydiinta ku waa maxamed aqli hadii soo tabintin waa seyne maxamed cabdi barnaamijkan barnaamijka xiga intiin isugu imanayno dhammaan halwadanada telefishinka qaranku waxay ku dhaafiyaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu حسان حسينان 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 حسين